بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثالث من الفصل السادس، وهو الطاقة والقدرة الكهربائية بإذن الله عز وجل. طيب، شو تعريف الطاقة عموما؟ الطاقة هي قدرة على إنجاز شغل معين. طبعا في عندي تحولات كبيرة للطاقة، خلينا نشوف السيميوليشن الصغير. لو عندنا مثلا هنا، طبعا رموز الطاقة أول شيء نبدأ فيها اللي هي طاقة ميكانيكية، طاقة كهربية، حرارية، ضوئية، كيميائية. خلينا نجرب هون نعمل طاقة ميكانيكية تتحول عندي لطاقة كهربائية، بروح بضوي عندي المصباح، بعدين المصباح بضيء بيعطيني طاقة ضوئية. هاي أحد التحويلات. لو مثلا آخر عندنا طاقة ضوئية، وهي سخان، هاي البي في اللي هو السخان الشمسي بيسموه، او بقدر اقول اللي هي الخلايا الشمسيه. طبعا بتستلم بتاخذ الطاقه الضوئيه بتعطيني اياها طاقه كهربيه، بعدين بيعطيني طاقه ضوئيه. طبعا بقدر احولها لطاقه طبعا حركيه، اللي هو اني اخذ نفس التحولات بعدين بالاخر يطلع معي طاقه ميكانيكيه. حتى يا جماعه، الانسان عباره عن طاقه باختصار. فمثلا عندي هنا الطاقه الموجوده داخل هاي البنت، بروح انا شو بسوي؟ اطلع الطاقه الموجوده فيها اللي هي الطاقه الكيميائيه اللي هي عن طريق الطعام اللي بتدخل، بحولها لطاقه ميكانيكيه. طبعا في منها جزء بيروح طاقه حراريه اللي هو على العرق التعرق وهكذا، بعدها بتتحول لطاقه كهربيه بتعطيني طاقه ميكانيكيه. شوف يا جماعه، هون فرغت الطاقه من جسم الانسان، فبدك باختصار تطعمي الانسان مره ثانيه عن طريق الغذاء عشان يزيد عنده وترجع عنده الطاقه مره اخرى. فعندنا من التحولات مثلا بعض الأمثلة: طاقة كهربية لميكانيكية اللي هي الرافعة، طاقة كهربائية لحرارية زي السخان الشمسي، ومثلا طاقة كيميائية لميكانيكية زي محرك السيارة. طبعا في كثير تحويلات للطاقة. رياضيا، شو هي الطاقة الكهربائية؟ طبعا الطاقة جماعة مش بس كهربائية، قلنا الطاقة هي كل الأنواع، لكن احنا هون من ندرس الكهربائية، فهي فرق الجهد ضرب في الشحنة، يعني جيم ضرب شين، تقاس بوحدة الجول، لكن احنا عمليا راح نستخدم كيلو وات لكل ساعة، وراح نعرف ليش لقدام شوي ان شاء الله. طيب، ممنوع اتحدث عن الطاقة وما اربطها بالقدرة، مستحيل هذا الكلام، لأن القدرة عبارة عن طاقة على زمن، فالقدرة هي الشغل المنجز في وحدة الزمن. فلو قلت ما المقصود بقدرة جهاز كهربائي؟ هي الطاقة الكهربائية التي يستهلكها الجهاز في وحدة الزمن فيحولها من صورة إلى صورة أخرى من صور الطاقة. شو وحدة قياس القدرة؟ بالوات. بستخدم الجهاز الوات ميتر عشان أقيسها. شو هو الوات؟ هو قدرة كهربائية لجهاز يمر فيه تيار مقداره 1 أمبير، يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت. مثلا لو قلنا غسالة عندي 360 واط، شو يعني؟ يعني الغسالة تستهلك كل ثانية طاقة مقدارها 360 جول. عن طريق القانون كذلك راح نشوفها إن شاء الله. للطاقة وحدة عملية هي كيلو وات لكل ساعة، ضع تعريفا مناسبا خلال دراستك للقدرة. يلا يا جماعة، نقدر نقول هي مقدار الطاقة الكهربائية المستنفذة من جهاز. قدرة هذا الجهاز 1000 واط يعمل مدة ساعة كاملة، لأنه الكيلو 10 قوة 3. وتقاس القدرة من خلال العلاقة، القدرة تساوي طاقة على زمن، وبقدر أطلع لها قانونين. الأولى اللي هو الطاقة على الزمن اللي هو جيم في شين على زين، اللي هو القانون هذا، أو جيم ضرب تاء. فعندي قانونين للقدرة، حسب المعطيات بستعمل أي قانون منهم في السؤال. الآن بقول لك أثبت، بقول لك مستخدما قانون أوم والعلاقة القدرة تساوي تاء ضرب جيم، أثبت أن القدرة تساوي جيم تربيع على ميم، والقدرة تساوي تاء تربيع ضرب ميم. بدنا نشوف هل هذا صح ولا لا. لا يا جماعة، الإثبات باختصار هو دمج قانونين أو ثلاث في بعض. فأنا باجي على القانون اللي بدي أثبته، بقول القدرة تساوي جيم تربيع على ميم. طيب أنا شو اللي بدي أتخلص منه هون عشان أوصل للقانون؟ اللي هو بروح على قانون القدرة، بقول القدرة بتساوي تاء ضرب جيم. اللي بدي أتخلص منه يا جماعة اللي هو التاء، اللي هو مش موجود عندي في الإثبات. بقول طيب تاء أنا شو معطى معي بالقانون أوم؟ تاء تساوي التيار، يعني ديم على ميم. بشيل تاء وبحط مكانها ديم على ميم، بصير عندي ديم ضرب ديم على ميم، ديم تربيع على ميم، وهو المطلوب. هون نفس الشيء يا جماعة، قدرة بتساوي تاء تربيع
ضرب ميم. طب شو بدي اتخلص انا من قانون القدره الرئيسي؟ بدي اتخلص من جيم. جيم ايش بتساوي؟ تاء ضرب ميم. بقول بشيل الجيم بحط مكانها تاء ضرب ميم، تطلع عندي تاء ضرب تاء ضرب ميم تاء تربيع ضرب ميم، وهو المطلوب. طيب الآن عندنا سؤال، اختر رمز الإجابة الصحيحة. لزيادة الإضاءة استخدمت سلبها مصباح مكتب قدرته 100 وات بدلا من القديم ذي القدرة 60 وات. تكون مقاومة المصباح الجديد مقارنة بالقديم، طبعا راح يكون عندي المقاومة أقل وتياره أكبر وشدة إضاءته أعلى. فسر كيف تكون إضاءة مصباح قدرته 100 وات أقوى من إضاءة مصباح قدرته 25 وات من النوع نفسه. طبعا إضاءة المصباح ذي القدرة 100 وات راح يعطيني زي ما قلنا شدة إضاءة أكبر من الأول، لأنه الطاقة الكهربائية فيها اللي بحولها المصباح الأول اللي هو 100 وات أكبر من الطاقة اللي بحولها المصباح الثاني، وهذا بنتج عن نقصان مقاومة الأول وزيادة التيار المار فيه زي ما حكينا في الفرع السابق. هنا عندنا سؤال، حاولت سلمى استخدام خلاط كهربائي في المطبخ إلا أنه تلف ولم يعد يعمل، وعندما أخبرت والدها بذلك قال أنه أحضره من خارج الأردن ويعمل على جهد 110 فولت، فسر سبب تلف الخلاط. أظنكم عرفتوا السبب، إنه يا جماعة إحنا في الأردن بنستخدم على 220 فولت وهو استخدم على 110، فله مقاومة مناسبة وقليل نسبيا إله، لكن أنا يا جماعة اللي مر فيه أكبر يعادل ضعفي التيار المصمم له، فيستهلك كمية طاقة أكبر فراح يتلف. طبعا هنا بستعمل له محول عشان يزبط معاي الجهاز لأنه كل بلد إله فولتي معين اللي هي باخدها من قابس الكهربائي او البريز او الاي سي. انا بقول لك صمم تجربه عمليه واستخدم فيها ادوات القياس المناسبه لقياس قدره كهربائيه لمصباح سياره يعمل فرق جهد 12 فولت. شو بسوي؟ عندي بوصل المصباح مع بطاريه 12 فولت، بحط جهاز اميتر ومفتاح على التوالي، لازم الاميتر على التوالي زي ما حكينا، ثم توصيل طرفي الجهاز فولت ميتر على التوازي، وبعدها باخذ قراءات وبحسب القدره لانه بكون عندي تيار وجهد. سؤال، مضخه كهربائيه، نروح لاسئله الحل. مضخه كهربائيه قدرتها الكهربائيه 264 بالالف كيلو وات، تعمل بفرق جهد مقداره 220 فولت. احسب اول شيء، بقول لك احسب لي التيار، بعدها المقاومه الكهربائيه للمضخه، بعدها مقدار الطاقه الكهربائيه المستنفذه في المضخه عندما تعمل مدة 10 دقائق. طيب معاي جيم ومعاي القدرة. أول شيء بحول من كيلو وات لوات عشان أعوضها بالقانون. الكيلو قديش؟ 10 قوة 3، بقول 0.264 اللي هي 264 بالألف ضرب 1000 بيطلع معي 264 وات، هي حولناها. الثاني بطلع طلع التيار، تيار يساوي قدرة على جيم، بعوض 264 على 220 بيطلع معي 1.2 أمبير، هي خلصنا المطلوب الأول. مطلوب الثاني طالب مني أطلع المقاومة الكهربائية. مقاومة الكهربائية ميم تساوي جيم على تاء تساوي 220 على 1.2 تقريبا 183 أوم. مطلوب الثالث بده الطاقة الكهربائية المستنفذة في المضخة عندما تعمل مدة 10 دقائق. طبعا أنا ما بستعمل الدقائق، بستعمل الثواني، بحول 10 ضرب 60 600، طاقة بتساوي قدرة ضرب الزمن لأنه هو معطيني قدرة ومعطيني زمن، طالب الطاقة. تمام؟ فبقول طاء تساوي القدرة ضرب زين 264 ضرب 600 بيطلع معي الجواب 158400 جول. نيجي سؤال آخر، بقول لك مدفأة كهربائية مقاومة سلك التسخين فيها 25 أوم، فإذا كان التيار المار في السلك 8.8 أمبير، احسب ما يأتي. فرق الجهد بده جيم، بعدها القدرة الكهربائية، بعدها بده الطاقة الكهربائية المستهلكة لمدة 5 ساعات وحدة جول، بعدها الطاقة الكهربائية لمدة 5 ساعات وحدة كيلو وات في الساعة. أول شيء نيجي على الأولى، بده فرق الجهد، معطيني يا جماعة ميم معطيات ومعطيني تاء. بتطالب مني جيم، جيم تساوي تاء ضرب ميم 8.8 في 25 بيطلع معي 220 فولت. الآن المطلوب الثاني طالب مني القدرة، القدرة بتساوي تاء في جيم. تاء موجود معي 8.8 وجيم طلعته 220 بيطلع معي 1936. مطلوب الثالث بده الطاقة بوحدة جول. تمام؟ لما أتعامل مع جول يا جماعة قلنا بحول الزمن لثواني زي ما حلينا في السؤال السابق، بقول الزمن يساوي 5 ساعات 60 دقيقة 60 ثانية بيطلع معي 18000 ثانية. بعدها بطلع طاقة بتساوي قدرة ضرب الزمن بيطلع 1936 ضرب
18000 بيطلع معي الجواب 3 مليون و400 او 34 مليون اسف و848 الف جول. الان اذا بدي احوله كيلو وات في الساعه، بحول اول شيء القدره للكيلو، يعني بقسم على 1000، تمام، بصير عندي 1936 كيلو وات على 1000، بيطلع معي 1.936. بعدها بضربها بخمسة لاني انا بدي اياها في 5 ساعات، فبيطلع معي الجواب 9.86 كيلو وات في الساعة. طبعا انا بحكي يا جماعة لاني بحكي عن الطاقة، واضح كيف؟ ننتقل لسؤال اخر. بقول لك يركب في المنزل مصباح كهربائي يعمل على فرق جهد 220 فولت، يمر فيه تيار نص امبير ضد مقاومة المصباح. نفس اللي بتكرر نفسها يا جماعة، المقاومة بتساوي جيم على تاء، 220 على نص بيطلع 440 اوم. القدرة المستهلكة، القدرة بتساوي تاء تربيع ضرب ميم. ليش استعملنا تاء تربيع ضرب ميم؟ يا جماعة من المعطيات موجودة عندي، تمام، بيطلع عندي نص تربيع ضرب 440 بيطلع 110 وات. سؤال: وصل سلك محرك كهربائي صغير مع بطارية جهدها 6 فولت معطيني جيم، مدة 5 ثواني معطيني زين، فوجد أن الطاقة الكهربائية المستهلكة تساوي 15 جول، معطيني الطاقة. جد أول شيء قدرة، تيار، شحنة، مقاومة. أجي بقول أول شيء بالمعطى الأول طالب مني القدرة، القدرة بتساوي من المعطيات، تمام؟ بطلع طاقة على زمن بيعطيني قدرة، 15 على 5 بيطلع 3 وات. طيب الآن التيار، التيار بيساوي قدرة على جيم، على اللي هو الفرق الجهد، يعني 3 على 6، 3 طلعتها من المطلوب السابق و6 موجودة معاي جيم، بيطلع معي نص أمبير. بعدها عندي الشحنة، الشحنة بتساوي تاء ضرب زين، بتطلع عندي نص في 5 في بيطلع عندي 2.5 كولوم. آخر شيء بيكون عندي ميم يساوي جيم على تاء يساوي 6 على نص بيطلع 12 أوم. بتلاحظوا طلاب الأعزاء أنه في كثير قوانين، لكنها يا جماعة مستنبطة من القوانين الرئيسية، يعني قانون القدرة والتيار هذا قانون واحد، قانون الشحنة هذا برضو هو قانون الطاقة، وقانون ميم اللي هو قانون أوم، لكنه أنا بس إيش بلعب بالمعطيات عشان يطلع المطلوب مختلف زي ما حكينا في الفيديو السابق. عندي سؤال آخر: حاسوب محمول قدرته 57.6 وات يعمل على فرق جهد مقداره 19.2 فولت، ما مقدار التيار؟ تعويض مباشر، تاء بتساوي قدرة على جيم، بعوض مباشرة بيطلع عندي 3.5 أمبير. طيب بقول لك مصباح مكتوب عليه 220 فولت و100 وات، ما المدلول الفيزيائي لكل من الرقمين؟ 220 فولت بدلل على الجهد و100 وات بدلل على القدرة الكهربائية، تمام؟ بعدين بقول لك جد مقدار، لو مسكت المصباح بقول لك جد مقدار التيار اذا وصلته مع فرق جهد 220، بقول له التيار يساوي القدرة على فرق الجهد، 100 على 220 يساوي 45% امبير. بعدين يقول لي جد مقدار مقاومة المصباح م يساوي ج على تاء اللي هو قانون اوم، 220 على 0.45% يساوي 484 اوم. طبعا طيب نيجي على كمان سؤال: لترشيد استهلاك راقبت ليلى وشقيقها خالد عفوا عداد الكهرباء في منزلهما عندما كان سخان الماء يعمل وسجل قراءة العداد كل دقيقة. اجى قال لك 0 60 ثانيه 120 180 وهكذا، طبعا لاحظ حطها بالثواني. بعدها قال لك قديش مقدار القراءه بالجول. بقول لك مثل العلاقه بيانيا سهله، بروح شو بسوي 60 120 180 240 300 بحطها في الزمن، بعدها بحط الطاقه ومقدار ما سجل في القراءه. طبعا بقول لي جد ميل المنحنى، ميل المنحنى وفرق الصادات على فرق السينات، يعني الطاقة على زمن، طاقة على زمن شو بتساوي عندي؟ قدرة سخان اللي هو بيمثل الميل، بصير عندي باخذ أي نقطتين، طبعا هو أخذ أسهل نقطتين اللي هي النقطة هاي اللي هي الأولى والنقطة 0 و0، فصار يقول لك 78000 ناقص 0 و60 ناقص 0 1500 وات بيطلع عندي قدرة السخان. طيب انا قاعد بستهلك طاقه كهربائيه عندي في البيت وهذا شيء معروف للجميع، طب انا بدي احسب قديش بتكلفني
هاي الطاقة. طيب تكلفة الاستهلاك بالفلس بتساوي القدرة اللي أنا بص الكهربائية بالكيلو وات اللي أنا بصرفها، تمام، في الزمن اللي أنا بستعمله قديش، في ثمن الوحدة اللي هو قديش الفلس عندي، الفلس لكل كيلو وات في الساعة قديش عندي أنا بكلف. الآن مثلا عندنا سؤال، أو لديك الجهاز الذي يحتوي معلومات عن بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، معتمد على هذه المعلومات احسب الطاقة المستهلكة من الأجهزة جميعها مدة 30 يوم. إذا علمت أن متوسط ثمن كيلو الوات في الساعة هو 60 فلس ووحدة القدرة في الجدول هي جول، عندنا تلفاز بيعطينا 80 لمدة 12 ساعة، بنشغله 12 ساعة يوميا، مدفأة بشغلها ساعتين بتعطيني 2000 وات طبعا، والحاسوب 260 لمدة 8 ساعات. بجمع يا جماعة المجموع كلياته وبعدها بضرب مقدار الموجود عندي، فبقول مثلا تكلفة، طبعا القانون، تكلفة الاستهلاك قدرة في زمن في ثمن الوحدة، تكلفة الاستهلاك بالفلس للتلفاز لحالها اللي هي، طبعا ليش يا جماعة حطيناها 8%؟ لأني حولت ال 80 تمام لكيلو وات، تمام، لأني لازم أعوض بالكيلو وات، صارت عندي 8% في 12 اللي هو الزمن اللي بشغل فيه التلفزيون، في الثمن اللي هو 60 فلس بيطلع معي 57 فلس فاصل 6 في اليوم. بعديها بروح على المدفأة نفس الشيء، 2 حولنا لأنه، بعدها ساعتين، بعدها 60 بيطلع معي 240، ونفس الشيء للحاسوب. بعدها بجمع القيم الثلاث، هذا بيطلع عندي الرقم اللي هو 422.4، هذا بستهلك أنا في اليوم، يعني ثمن ما بستهلكه في اليوم بضربه ب 30 بيعطيني قديش بستهلك في الشهر. طبعا بقدر أحول الفلسات لدنانير وأعرف قديش أنا بستهلك في البيت يوميا. سامحونا يعني بنكثر بالأسئلة، لكنه الفيزياء عبارة يا جماعة عن بطارية شحن، كل ما حليت أسئلة كل ما زدت الشحن بزيادة، إن شاء الله بميزان حسناتكم بإذن الله. طيب عندنا كمان سؤال، يعمل جهاز تلفاز ليد بقدرة 52 وات وعند إطفائه دون سحب القابس تصبح قدرته 8/10 وات، احسب تكلفة الطاقة المستهلكة عند تشغيله 4 ساعات وتكلفة الطاقة المستهلكة عند إطفائه 10 ساعات. إذا كان ثمن الوحدة كيلو وات هو 85 فلس، نفس القانون بستعمل، التكلفة بتساوي القدرة في الزمن في ثمن الوحدة، تكلفة الاستهلاك بالفلس عند التشغيل بقول طبعا بحول 52 وات لكيلو وات، فبقسم على 1000 يطلع عندي 52 بالألف ضرب 4 اللي هو مدة التشغيل في 85 بيطلع عندي 17.68. إذا طفيته نفس الشيء بقول 8/10 من الوقت بقسمها على 1000 بيطلع عندي 8/10000 ضرب 10 مدة الإطفاء ضرب 85 بيطلع عندي 68 فلس. هون بقول لك كيف تساعد أفراد أسرة عائلتك على العمل على تخفيض فاتورة الكهرباء في منزلك باستخدام الأجهزة التالية، مكواة كهربائية، مصابيح كهربائية عادية. بستخدم المكواة دفعة واحدة على مجموعة كبيرة من الملابس، وبستبدل المصابيح اللي عندي بمصابيح توفير الطاقة، تمام؟ هيك أنا بخفف تكلفة، طبعا بالمكواة بخفف تكلفة الإطفاء والتشغيل، لأنه هاي لحالها أصلا تكلفة، واضح؟ البداية والنهاية في التشغيل. ومصابيح الموفر للطاقة طبعا مشتهرة عندنا الآن، كثير بيستعملها، وهي بتوفر أقل من المصابيح القديمة. سامحونا، والله يجزيكم الخير وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.